بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم حذيفة من عطار هندسة البرامج. اليوم حنشرح طريقة عمل النماذج الخطابات الخاصة بنظام شؤون الموظفين، وكيف أنت بإمكانك أن تسدل الخطاب. يعني مثلا خطاب مثلا زي اللي أنا دخلت في ندقة بشوية، مثلا طلب زيادة راتب، كيف أنا ممكن إنه الخطاب هذا مثلا لو أنا أبغى مثلا أسجلها مثلا باسم الموظف، هل أنا كل مرة أحط الخطاب لازم أنزل اسم الموظف والرقم الوظيفي مثلا، ولازم أنا أسجل السنة اللي تعينت فيها والقسم اللي أنا تعينت فيها. طبعا إحنا نتكلم بس بشكل جدا مختصر كيف إحنا ممكن نتعامل ونغير هذه الاختصارات بكل يسر وسهولة. يعني إن شاء الله نبدأ أول حاجة ندخل في الجداول الرخص والوثائق والخطابات. حنبدأ حين نعرف نوع خطاب، تمام؟ وليكن مثلا خطاب طلب، تمام؟ طلب زيادة مثلا الراتب، تمام؟ طبعا لازم تكون عندك 3 خانات، يعني خطاب تحطها برقمين ما راح يقبل معك، رقم واحد ما راح يقبل معك، حطوا 3 خانات حيقبل معك على طول. حنبدأ بعد كده نسوي الخطاب. حنخش هنا في نماذج الخطابات، تمام؟ طيب أنا حنسخ النموذج ده، تمام؟ ممكن برضه أغير فيه، بعمل إضافة، بعمل في الكيبورد F9، بستدعي النموذج اللي أنا حشتغل عليه. هو ما دخل معي متردد عنه خلاص. تمام. النموذج اللي أنا حشتغل عليه. الآن ندخل عليه بسم الله. بعمل لصق. طيب. طب أنا مش ناسي. خليني أحطها على ال. هنا. بعدين أحطها هنا. بس. وغالبا لو أنا بستخدم الوورد حيقبل معي طبيعي. أوكي. طيب. مثلا هنا نقول مثلا السيدة الفاضلة مدير مؤسسة، ما علينا هذا، خلي ما نحتاجه. طيب اوكي، مقدمه لكم، تمام. احنا ايش حنحط هنا؟ هل كل مرة انا بحط اسم موظف؟ طيب الرقم الوظيفي، هل كل مرة احط رقم الوظيفي؟ طيب تاريخ مثلا الهوية ولا التعيين ولا اي مكان، ما علينا، هذه حاجة مهمة. التوقيع يمكن نحتاجها. طيب موظف في قسم منذ عام، بعد بحفظ انا. طيب حخرج وحخش ثاني مره. طيب عندي هنا حاجه اسمها ماكرو هيلب. طيب انا مثلا ابغى استخدم كود الموظف، تمام، مقدمه لكم اسم الموظف. ايش عندي كمان؟ اوكي، حنكتفي بس بكود الموظف واسم الموظف. طيب عشان انا استخدم اسستي بيقول لي حط الكود هذا، ولما تسوي انت خطاب بامكانك انك بزر واحد، كليك واحد بسيط، انك انت تغير الخطاب للموظف اللي انت حددته في السيستم. فانت كيف راح تتعامل مع هذه؟ الان مثلا عندي هنا كود الموظف، كود الموظف EMCD، فبحطه هنا. ملاحظ معي الطريقة، أحط علامة الـ end هذه، بعدين AMCD. لو تحط الـ AMCD لوحدها ما راح يشتغل معك. أنا مثلا كمثال بحط هنا AMCD لحالها، حتشوفه ما راح يصير في أي تأثير. وعندي الرمز الثاني اللي هو اسم الموظف MMME، ما أحفظ، ما عندي مشكلة. MMME، اوكي، نحفظ. احنا كده سوينا نموذج خلاص، يصير اي موظف يحتاج خطاب هذا نستخدمه على طول ونظبط الامور هنا، تمام. طبعا السيد الفاضل مثلا نخليها مثلا الساقة قسم شؤون الموظفين، مثلا مدير القسم، اكون اوريدي مثلا انا عارف اسمه، تمام، والا خليها بس القسم خلاص. طيب نحفظ ونخرج. الان انا بسوي خطاب لجاني موظف، طلب مثلا الخطاب هذا اللي انا اسويه له. حدخل في الحركه،
خدمات الموظفين، خطابات عفوا خطابات الموظفين. تمام. فحامي طبعا اللي عمل النموذج هذا ما راح يشتغل معه. انا مثلا بعمل احلال شايفين كويس، يعني في هنا حاجه جاهزه، احلال ما راح يعمل حاجه. انا حامل اضافه جديده، حقول له لا يعني. اختار النموذج اللي انا اشتغلت عليه، تاريخ الخطاب مثلا، تاريخ اليوم، اوكي، الجهه مثلا داخل الشركه، رقم مرجع، ممكن في خطاب عندك مثل ورقة مرجع، تحط رقم مرجع الخاص فيك. تمام، حط اي رقم. كود الموظف هذا اهم شيء، والا هذا ما راح يفيدنا. يعني انت اوكي بتستخدم اسم موظف ورقم كود موظف وما راح تحدده، هذه مشكله، وحيحفظ معك ترى العلم، حيحفظ معك. انا بعمل الان الاحلال ما في شيء، اختفى لانه ما استخدمته بالصوره الصحيحه. فرجع ثاني مره. تمام، احدد الموظف عشان ما اجنن السيستم معي. تمام، وليكن مثلا الاسم هذا تركي. تمام، بحفظ. تمام، ممكن اخرج برضو عادي، اخش ثاني مره، ما اخرج ما يفرق يعني. الان راح نعمل احلال، شوف ايش يصير معي. شفتوا على طول اسم تغير معي، جاني اسم موظف هنا. تمام، الاي ام سي دي اللي ما حطيت بينها الرمز الان ما سوى في، ما صار في اي شيء، ولكن ضغط حاجه. هذا رقم وظيفي الخاص بهذا الموظف. الحين حاعطينا ستاندر انجلش، ممكن تتواصل معنا تطلب عربي. تمام، او انت اصلا يعني من البدايه الموظف هذا نفسه لا نحط له يعني اسمين في الوظيفه، عربي انجليزي، لا خلينا في العربي خلاص. وبكذا ان شاء الله تعالى احنا انتهينا هذا التوتوريال البسيط المختصر، طريقة التعامل على الخطابات. أسأل الله لكم التوفيق والسداد، تحياتي.